السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم عندنا بذور طماطم الشيري، وهذا طماطم جيد. البعض بكل أسف أحيانا يعتقد أن الطماطم العادي هو نفس الشيري. طبعا الناس الخبراء يفهمون أنه يختلف النوع عن بعض، تختلف شكل الثمرة، الشيري أصغر، الشيري العدد فيه أكبر، يعني فيه عدة مميزات. يختلف الشيري، طماطم الشيري عن العادي. احنا اليوم بأمر الله سبحانه وتعالى راح نغرس البذور، هذه بذور طماطم الشيري، وراح نستخدم أقراص الجيفي. طبعا أقراص الجيفي قبل ما تستخدمها لابد انه تبللها في الماء. هذا انا لسه حاطها الآن في الماء، شايفين؟ راح تاخذ لها تقريبا ربع ساعة. بعد تقريبا ربع ساعة راح تنتفخ وتكبر، تصير يمكن تقريبا بالحجم هذا. لما ناخذها راح نحطها في العيون اللي هي موجودة هنا، ملاحظين انه هذه مرتفعة ويوجد انواع منها اقل تقريبا الى هنا، لكن لانه اقراص الجيفي ممكن تصير الى هنا تقريبا، فراح تكون مناسبة. طبعا الترتيب، واحدة فيها أقراص الجيفي، الثانية فاضية، الثالثة فيها أقراص الجيفي، وبالشكل هذا لأنها راح تطول عندي هنا. لو ما كانت راح تطول عندي في الانتظار، يعني راح أغرس جنب بعض مباشرة على طول، مثلها مثل لو حطيت بيتموس عادي ودفنته. لكن هذه الأقراص جيدة، وحنا قلنا أنها أساسها بيتموس مضغوط. بإذن الله راح ننتظر أنا وياكم إلى أن تكبر شوي، بعد ربع ساعة راح أرجع لكم. حياكم الله جميعا، خلصت الربع ساعة، الآن راح نشوف الحبات هذه ايش صار عليها. طبعا تبدأ وتاخذ اللي في الأسفل، شايفين لما تشربت الماء كيف صار حجمها، وأيضا في نفس الوقت أصبحت لينة، يمكن تشكلها على أي شكل ترغب فيه. طبعا هذه القاعدة السفلى، تمام، ومن فوق هنا مكان وضع البذرة. بسم الله نبدأ الأولى هنا بهذا الشكل، تضغطها بهدوء، ترتبها بالشكل اللي أنت تشوفه جيد. هي يعني نحاول أن نضغط بالأطراف، ليش؟ لأنه بعد فترة لما نسقي ما نبغى الماء ينزل من الجنب من هنا ويتسرب من الأسفل، نبغى حتى لو رشينا ماء في الأعلى أنه يبقى للبذرة نفسها. ملاحظين الآن، تشوفون الماء ما شاء الله. طبعا هذه تعتبر حتى الرية الأولى، يعني راح نحط البذور بعد ما نكمل. الآن بالشكل هذا، واحدة هنا هذه فاضية، وهنا حبة بالشكل هذا. اللي بعده هذا راح يكون مخالف، نبدأ من هنا، الأولى فاضية والثانية فيها حبة بالشكل هذا. طبعا تركيبها ما له داعي، احنا شفنا طريقة الأولى، أنا راح أكمل البقية ثم أرجع لكم. خلصنا من الصينية، زي ما قلنا واحد فيها قراص جيفي والثاني فاضي بالشكل هذا، مشيناهم كاملين. الآن راح ناخذ البذور، هذه هي البذور، وراح نحط لها فتحة بسيطة جدا هنا ونبدأ نضع البذور. طبعا أنا أستخدم أعواد الشواء هذه، وممكن أن تستخدم أي شيء أو أي وسيلة عندك، وحاول أنها تكون في النص، طيب، لأنه أنت ما راح تضع بذرتين، راح تضع واحدة. شايفين الفتحة اللي أنا عملتها بالشكل هذا، تقريبا يعني نفس المسافة هذه. إذا نزلت البذرة للأسفل أنت راح تحكم عليها بالفشل، ما راح تقدر تظهر على فوق. وإن حطيتها على السطح أيضا ممكن أنها ما تستطيع أنها تبني جذور للأسفل، ممكن أيضا أنها تتعفن، ممكن يحصل أي مشكلة. لذلك يجب أن تدفن البذرة دفن كامل، وأن لا تكون عميقة، يعني لو تنزلها المسافة زي هذه ما راح تستطيع، يعني مسافة العود هذه كاملة لو تنزل البذرة ما راح تقدر تطلع للأعلى، لذلك تكون يعني تقريبا نفس المسافة هذه. الآن راح نضع البذور، بسم الله، هذه واحدة
الوضع الثاني هنا، شايفين الشكل هذا لحد ما نكمل. شوفوا الآن هذه على جنب، على طول أنا راح أخذها بالشكل هذا وأنزلها وأدفن عليها شيء بسيط بالشكل هذا. طبعا أنا راح أتعامل معها كلها بنفس الطريقة بس علشان لا يطول علينا الفيديو. هذا الصف الأول عملناه احنا وياكم، الباقيات أنا راح أعملها وأرجع لكم الآن. الآن وضعنا كل البذور، راح نبدأ نتأكد إن دفننا عليها كاملة ونقفل الفتحة. والحين تطلع، والحين تطلع يا حبيبي، ما شاء الله هذا المساعد. الآن راح نكمل الباقي اللي هنا، والمعلومية إنه الآن ما هو وقت وضع بذور إطلاقا، لأنه الأجواء باردة جدا وفي هواء كثير، لكن الشخص اللي راح يضع عليها الغطاء البلاستيك الحماية ممكن تطلع معه، يحطها في ملحق، يحطها في غرفة داخلية، لكن بالنسبة لي أنا لأنه عندي بيت محمي فما في مشكلة، يعني في أي وقت ممكن إنه أنا أزرع. لكن الناس اللي ما يستطيع أو ما عنده بيت محمي لابد إنه يضع لها حماية، الكيس النايلون الغطاء، أو إنه يضع فيه أغطية بلاستيك خاصة بالصينيات هذه توضع عليها من أجل سرعة الإنبات، لأنه البرد راح يؤخر سرعة الإنبات. أيضا نفس الشيء لو تلاحظون إنه هذه بدأت أنا أضغطها شوي للأسفل عشان السقية مستقبلا، لأنها راح تنشف ولما تنشف ما راح تتحرك يعني، فأنت تحاول إنك تعطيها نفس شكل المربع بحيث إنه لو صبيت ماء في أي مكان يرجع الماء على الوجه كاملا. ما شاء الله خلصنا إحنا وياكم المجموعة هذه، أيضا هذه باقي يبدو إنها حبتين ما في مشكلة، أيضا هذه ملاحظين يعني ما تجتهد إنه أنت تضغطها للأسفل بشكل كبير. نفس الطريقة هنا، بس لابد إنك تتأكد إنه أنت أقفلت عليها بشكل جيد. طبعا الآن ما راح نروي لأنه أساسا الأقراص كلها مبللة. لاحظين تقفلت الفتحة اللي أساسا هي موجودة. الحمد لله الآن خلصنا من الصينية كاملة وزرعنا البذور، يتبقى علينا كالمعتاد الملصقات، وقلنا دائما نستخدم ملصقات والقلم اللي يسمونه أقلام السيدي اللي ما تمسح. طبعا احنا سجلنا التاريخ بالعربي 28/4 عربي، والصنف اللي هو طماطم طبعا شيري. الملصقات هذه راح توضع كالعادة زي ما قلنا في المنطقة هذه، تمام، واحدة من الجهة هذه واحدة من الجهة الثانية. وضعنا ملصقاتنا هذه الجهة الأولى، ملاحظين إنه إحنا رافعينها علشان إذا وضعناها في صينيات السقية ما تلحق الماء الملصقات هذه وتتلفها علينا. أيضا الجهة الثانية نفس الشيء، التاريخ والصنف اللي موجود. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.